فرصة رجاوي محمود بن حليب، تسديدة الشاب أراد أن يمنح الثقة لمحمود بن حليب، كأنه كان يعلم أنه لعب الاختصاص أمام فريق الجيش الملكي، بالفعل كان في الموعد من خلال اللقطة الأخيرة. محمود بن حليب رد الفعل تؤكد الضغط الرهيب الذي عاشه محمود بن حليب، لكن الثقة التي منحت لمحمود بن حليب من جانب الأسعد الشابي يسعد من خلال أنصار الرجاء الرياضي، ويسعد الأسعد الشابي بهدف كان بدأ الطريقة بعد الانسلال كان من طرف صوفيا رحيمي، كرة ترتد من القائم الأيمن ثم تستغل أمام محمود بن حليب. القائم الأول الرسية لبعاد فتش شمال، محاولة تسديدة الزاوية التسعين لمرمى الحارس أنس السيتي بعدما ارتدت أرسلها الصاروخية في شباك الحارس. سيأتي الحل من خلال الكرة الثابتة بعدما ارتدت سددها، لقطة جميلة وهدف جميل، هدف عالمي، هدف عالمي في مرمى العالمي من طرف عمر الجراري يسكن في الزاوية التسعين لمرمى الحارس أنس السيتي، سيكون واحدا من أجمل وأروع وأبدع الأهداف التي سجلت على مستوى الكأس الفضي هذا الموسم أو في المنافسات الوطنية عموما. انتبهوا على اللقطة الأولى بإمكانيات أيمن الحسوني، تعود ممتازة إصابة أيوب الكعبي يفعلها، أيوب الكعبي يفعلها، قلت بأنه قوة أيوب الكعبي في التموقع وخلق متاعب في عمق دفاع المنافس، قلتها قبل 14 دقيقة بأنه أيوب الكعبي أكثر لاعب كيتعرض للانتقاد، لكن أكيد بأنه مركز هذا اللاعب، الكل كيعرف بأنه أيوب الكعبي في العديد من المباريات خصوصا مباراة التعادل. أيوب الكعبي أوي 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 أوي. هدف ثاني للوداد، هدف ثاني لفريق الوداد الرياضي، أيوب الكعبي يفعلها أيوب الكعبي ويسجل الهدف الثاني. إذن أيوب الكعبي يجيب بقوة من خلال هذه المباراة ويسجل الهدف الثاني. إذن هدف ثاني لفريق الوداد الرياضي. خطأ الحكم انتبه شهد المحاولة، وبالتالي تعود الآن مرة أخرى إغفي والتسديد، أوه هدف ثالث، أي 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 أي، وليد الكرتي، وليد الكرتي يسجل الهدف الثالث لفريق الوداد الرياضي ويحجز بشكل لا أقول نهائي لكن بشكل كبير، لأن كرة القدم كل شيء وارد. وليد الكرتي يعود ويسجل. الحسوني كيف تحت ممتازة، أنجم تأخر في هذه المحاولة وهدف، أي 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 أي، هدف رابع، هدف رابع، انتصار قوي لفريق الوداد الرياضي. هذا هو النضج اللي تحدثت عليه قبل لحظات، بأنه لما كتلقى اللاعبين، وهذه التوليفة اللي خدم عليها فريق الوداد الرياضي، وبالتالي يمكن نقول كاين عمل كبير كيقوم به فوزي البنزرتي بمساعدة محمد بن شريفة، فاللمسة صارت طويل. جبري ما تداري مرار الفتح رباطي، الهتيمي، الهتيمي الهتيمي الهتيمي، جول للفتح الرباطي، جول 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 الفتح الرباطي. امررنا الفتح الرباطي از مام تيم سويت المهدي الباسل، راه نزرت كورت هانت فور تاو جايات تاو كورتا، منتصر 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 نزر وتفوق تاو كورت، لازم تفوق تاو كورت كلوت. منتصر الهتيمي
سوطراز الماض المهدي الباسل. المهدي الباسل تقول توت جديد تفاسيت من عبيد بن عريف. بن عريف يزيد تقول مبارك تقول دار الباسل تيك تيضن زرهوني. وي 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 جول الفتح الرباطي. الفتح الرباطي تسدي اسنتي فولكين هيان سنه تسديدين تقريبا النهضه ان الفتح الرباطي تزمم تاكورت يفولكين سودراز الماض سدوسي مهدي الباسل سدوسي والو يسمى يمزو حتى ينطرد حمزه حمياني عقبي. حمزه حمياني عقبي تقريبا مسيره ديال زكاسنا يد النهضه البركانيه النادي القنيطري سولان تيم 1997 تاكور دي شقان. وي 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 مكان جول 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 المهدي الباسل. المهدي الباسل تسديد 47 راني زار اللوس هذا سنالس عم سفرو مقران ندير الباسل زر الجعدي تاكورتي فولكين الباسل الجعدي زرهوني زرهوني الباسل الباسل ازمم تيم سويت تيسنات زر الكراكي تيتين تغمرت الان تراوري تاكورتي شقان. وي 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 جو تيتين تغمرت على تراوري بنترشا تيم سويت تام زيرو تي النهضة البركانية بنترشا وراكو يعوي في تاكورتي